السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد من دورة احتراف صيانة التلفاز العادي. إذا في فيديو اليوم إن شاء الله تعالى نستمر مع شروحات اللاين. إذا هذه القطعة العنيدة جدا والتي هي تعتبر مصدر معظم الأعطال في التلفاز، سنقوم يعني بتسهيل الموضوع عليك إلى أن يعني تقوم أو تستطيع أن تقوم بتغييرها بكل يسر. تابع معي. هذا المحول طبعا كما سبق وقلنا لديه حوالي 13 طرف، مفهوم؟ إذا سنبدأ بالعد. أولا هذا السلك هنا، هذا هو سلك الضغط العالي، وطبعا شكله يجعله بعيدا عن مشكل قلب الأسلاك، بمعنى أننا نريد تغيير هذا اللاين بلاين آخر لن نقوم بوضع هذا السلك مكان آخر. طبعا مكانه معروف، أولا يمكنك معرفته من سمكه. في حالة اختفاء هذا الجزء أو قطعه يمكنك مقارنة أولا سمك السلك مع السلك الآخر، ويمكنك ملاحظة مخرج السلك، طبعا يظهر أنه هو المخرج الرئيسي لللاين. طبعا هذا ما يسمى ب يعني قطب الضغط العالي، وكما سبق وقلت هو بعيد كل البعد عن التشابه أو التشابك مع الأسلاك الأخرى، ما يجعله بعيدا عن مشكل قلب الأسلاك. يتبقى لنا هذين السلكين وهما الفوكس والسكرين، ولا تشغل بالك بهما لأننا سنقوم بشرحهم تفصيليا في فيديوهات تتبع الأعطال. هذه الأسلاك الثلاث سنقوم بالعودة إليها يعني في مرحلة تتبع الأعطال، نحن الآن نقوم بالتعريف فقط. إذا هذا السلك الأول وهذا السلك الثاني، هذا هو سلك الفوكس كما ترون، وهو يحمل حوالي 4000 فولت. ثم يأتي هذا السلك الثالث، هذا البرتقالي، طبعا هو أنحف واحد بين الثلاث أسلاك، ويحمل فولتية لا تتعدى 600 فولت. جيد، هذه الأسلاك الثلاثة موجودة في كل أنواع اللاين، في كل أنواع اللاين إلا تلفاز سوني، فهو يعني لديه لاين خاص به، وسنعود إلى هذا مستقبلا إن شاء الله لشرح الاختلافات بين لاين السوني وباقي الشركات على مستوى القطع الداخلية للتلفاز العادي. إذا نمر إلى الجزء الثاني من المحول وهو القاعدة. إذا هذه هي قاعدة اللاين، وفي أغلب يعني أغلب الأحيان ستجد 10 أطراف تقريبا. إذا كيف لي أن أتعامل مع هذه العشر أطراف بطريقة آمنة؟ إليك الطريقة. أولا يجب أن تطلع على المخطط الخاص بهذه يعني القطع، وذلك يعني تبعا للرقم التسلسلي الخاص بها. لكن ستسألني من أين لي يعني بالداتاشيت أو المخطط الخاص بهذا الجهاز. لديك طريقتين للحصول عليه، يعني الطريقة الأولى وهي عن طريق تتبع يعني المسارات في البوردة. طبعا هذه البوردة هي طبعا تابعة لهذا اللاين، إذن سنقوم بإرجاعها إلى مكانها بهذه الطريقة. إذن لاحظ معي جيدا، كما قلت الطريقة الأولى هي تتبع المسارات، يعني أنك تقوم يعني بالنظر إلى المسار المرسوم في البوردة، يعني هذا المسار، وتعرف الطرف يعني الخاص باللاين إلى أين يؤدي أو ما هي مهمته. إذا هذه هي الطريقة الأولى، سنتبع الطريقة الأولى يعني سنرى كيف يمكننا ذلك. الطريقة سهلة جدا، يعني سنترك اللاين يعني بعيدا وسنعمل على البوردة بهذه الطريقة. إذا تابع معي، لدينا اللاين يعني 10 أطراف بهذه الطريقة، لدينا 10 أطراف. جيد، إذا هنا لدينا الطرف الأول. الطرف الأول كما سبق وشرحنا هو متوجه إلى يعني متوجه إلى
الديفليكتور. نحن سنضع أسماء خاصة بنا في هذه النقاط، لأنني سأقوم بشرح أسماء يعني أطراف محول الضغط العالي حتى تتعامل معه إذا توفرت لك الداتا شيت. بمعنى إذا كانت لديك البوردة فالأمر سهل، ستعرف أن الطرف الأول يتوجه إلى الديفليكتور على سبيل المثال، الطرف الخامس يعني هو كوليكتور الملف الابتدائي وما إلى ذلك، الطرف مثلا السابع هو طرف 180 فولت أو 200 فولت. لكن إذا لم تتوفر إليك لديك هذه القطعة ستجد داتا شيت، والداتا شيت بها كلمات واختصارات مثل الأبل والإتش والجي والأو والبي. هذه الاختصارات كيف ستتعامل معها وتعرف ماذا نقصد بكل منها؟ إذا فقط تابع معي، سأقوم بالشرح على البوردة أولا ثم سننتقل إلى أشياء أخرى أكثر تعقيدا، لكن عندما نصل إليها ستصير بسيطة كل البساطة. تابع معي، لدينا هذا اللاين، يعني سأقوم أنا بوضع داتاشيت خاصة بي لدي هنا، يعني هذه الداتاشيت ستضعها خاصة بك أنت، يعني ستفهمها بسهولة. لدي السلك الأول متوجه إلى الديفليكتور، سأضع فيه مثلا الدي اف مثلا على سبيل المثال. لدي الطرف الثاني من هنا متوجه أيضا إلى الديفليكتور، بمعنى الترانزستور والديفليكتور، يعني مثلا سأضع عليه الدي اف. لدي الطرف الثالث متوجه أيضا إلى الديفليكتور، بمعنى ثلاث أطراف الخاصة باللاين ثلاثتها متوجهة إلى الديفليكتور. جيد، وكما سبق وذكرت فهذا الطرف هو يعني هذا الطرف نفسه هو يعني مدخل الملف الابتدائي. جيد، إذا بالنسبة للطرف الرابع في هذا المحول كما ترون هو يعني قادم من المحول الرئيسي، بمعنى دخل الفولتية زائد 110 فولت مثلا مثلا على سبيل المثال. بالنسبة للطرف الرابع كما ترون هو أيضا متوجه إلى الديفليكتور. جيد، بالنسبة للطرف يعني الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، يعني لدينا الطرف الأول والثاني والثالث كلها متوجهة إلى الديفليكتور، الرابع يعني هو قادم من الباور سبلاي، لدينا الخامس متوجه إلى الديفليكتور، والسادس أيضا متوجه إلى الديفليكتور. جيد، إذا سنقوم بوضعه بهذه الطريقة. تابع معي جيدا، ثم لدينا سلك آخر هو هذا وهو الأرضي طبعا، بعده لدينا ثلاث أطراف كما تلاحظون. السلك الأول متوجه إلى الديفليكتور، الثاني متوجه إلى الطرف الثاني متوجه إلى الديفليكتور، الثالث متوجه أيضا إلى الديفليكتور، الرابع يعني هو القادم ب 110 فولت، الخامس متوجه إلى الديفليكتور، السادس متوجه إلى الديفليكتور، السابع عبارة عن ماس بمعنى جي إن دي، السابع كما ترون هو ينتقل إلى هذه النقطة ثم هنا ثم إلى حرف الـ H سنتحدث عنه لاحقا، بمعنى الفتيل، هو إضاءة الفتيل أو تشغيل الفتيل في لمبات التلفاز. بعده الطرف التاسع كما ترون هو يتوجه إلى هذه النقطة ثم هنا ثم هنا ثم هنا، وهو متوجه إلى التيونر. بعده سنجد هذا الطرف وهو متوجه إلى هنا عبر ضيود إلى هذه النقطة ثم إلى هنا ثم إلى هنا ثم إلى هنا ثم إلى هنا، بمعنى أنه يحمل 180 فولت كما تلاحظون في هذه النقطة هنا. إذن بهذه الطريقة البسيطة جدا يعني أمكنتني هذه البوردة أن أتعرف الشيمة الخاصة بهذا يعني هذا يعني اللاين الذي يحمل هذا الرقم التسلسلي كما تلاحظون. إذن كما قلنا الطرف الأخير هو زائد 200 و يعني 200 فولت، بينما الطرف التاسع هو يعني تغذية التيونر حوالي 30 فولت، والطرف السابع طبعا هو تغذية الفتيل وهي لا تتعدى 8 فولت.
إذن هذه هي داتا شيت الخاصة بي بمعنى هذه الحروف ديفليكتور، أقصد هنا بالدي اف ديفليكتور بمعنى هذه رموز خاصة بي، يعني استطعت استخراج هذه الداتا شيت من خلال البوردة. الآن سنقوم إلى يعني بالمرور إلى الطريقة الثانية، وهي استخراج الداتا شيت من يعني الرسم داتا شيت رسم من خلال داتا شيت معلومة مكتوبة.